أستاذ محمد بن طلحة الملك محمد السادس قال في خطابه: نرفض بشكل قاطع الممارسات المرفوضة لمحاولة عرقلة حركة السير بين المغرب وموريتانيا أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة. فعلا نجد أن ميليشيات البوليزاريو ومنذ 21 أكتوبر وهي تقوم بغلق معبر الغرغرات. ما تقوم به ميليشيات البوليزاريو يعتبر بمثابة هروب إلى الأمام، لأن هذه الاستفزازات التي تقوم بها تكون بذلك قد خرقت وقف إطلاق النار عندما دفعت بميليشياتها نحو المنطقة العازلة. والبوليزاريو توجد اليوم كذلك في وضعية عدم امتثال للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها القرار 25/48 التي تأمر البوليزاريو بالحفاظ على المنطقة العازلة فارغة. أكثر من هذا، البوليزاريو عندما تحاصر التجار العابرين وتقطع الطريق تكون بذلك قد ارتكبت عملا من أعمال العدوان المحظورة في القانون الدولي. وأمام هذه الحالة الخطيرة وغير المسبوقة في المنطقة العازلة وفي معبر الغرغرات، يعطي القانون الدولي للمغرب حق الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إنما تقوم به ميليشيات البوليزاريو من عملية استفزازية يظهر مدى الارتباك والضغط النفسي الذي تعرفه هذه الميليشيات. لكن المغرب متشبت بالمنطق، المغرب متشبت بالحكمة وملتزم بصدق بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار احترام قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى حل نهائي على أساس مبادرة الحكم الذاتي. تماماً. ولم تؤثر على الاستفزازات العقيمة والمناورات اليائسة التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي كما أشرت إلى ذلك في البداية تعتبر بمثابة هروب إلى الأمام. إن المغرب سيحافظ على هدوئه طالما أن الخصوم يراكمون أخطاء تمس جوهر الشرعية الدولية، وذلك بخرق شروط وقف إطلاق النار أو عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمنطقة الغرغرات. تماما. إن استفزازات البوليزاريو لا تنطلي على المجتمع الدولي بمحاولة تغيير الوضع القائم في المنطقة. تماما. 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 تماما.